السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم فيديو جديد اللي هو النهار فاش غتجي عندي كوستي والشيخ ديالي، الاب ديال زوجتي ديالي والام ديالو، باش ان شاء الله يدوزوا معنا الاضحيه ديال السابع. المهم هنايا كنا نهار قبل انا وهدى، يعني شرملات ديال اللحم والدجاج كما كتعرفوا، حيت انا يلاه كنت والده ديك ساعتي بسيمانه، يعني ما غاديش نقدر ندير هذا الشيء بوحدي. كانت جات شرملاتهم ليا ونهار الاخر جات ودرناهم كيطيبوا. المهم كما كتشوفوا ما عنديش قميله كبيره، درنا وحده في الكسكوسه وحده في الكاسرونه الاخرى الصغيره. هنايا وجدنا ليهم الدجاج يعني بالتغميره والحيمه بالبرقوق، هما كانوا وصلوا مع الليل. من بعد هنايا مشيت لبست البنيته ديالي، واحد هنا لبست لبنتي واحد اللبسه يعني باش غتستقبل جدها وجدتها، اللي ان شاء الله غادي نشارك معكم الفيديو اللي فيه المشتريات ديال بنتي كاملين. هنايا وجدنا الطبيله، حطينا يعني هكا اتاي شويه الحلوى، سلو مكسرات كما كتعرفوا، وكنتسناهم يجي. هنايا المريقه صافي اخترات وجدت لينا. كما كتشوفوا قدمنا يعني العشاء الدجاج وهنايا الحمام بالبرقوق والمشمش اللي صراحه جات هائله. كنقول له هذا شكرا بزاف. هنايا الصباح صبحنا وجد الفطور كما كتشوفوا، الرغيفات القريشلات، هذاك البغرير الركيكه كانت وجدتهم دي هدى قبل ما تمشي البارح، الله يكثر خيرها. صبينا الصباح نتسخنت، كلشي كان عندي في الفريغو وفي الثلاجه. صافي درت هنايا قهيوه حليبه، هنا هاد الكيك والبغرير التميرات اللي جابوا لنا معاهم، هنايا قريشلات، هنايا كما كتعرفوا تشيز سيلاز زيت، هذاك الزيت والكحل جابوه ليا معاهم، والخبز بطبيعه الحال سلو بريريداتي اللي ما يخطاش الطبيله ديالنا.
بطبيعة الحال. هنايا جاو الاصدقاء ديالنا والصديقه ديالي والزوج ديالها، جابوا واحد الكيك اللي طرح غزال ديال الفراوله لبنتي، الله يجازيهم بخير. وكنقول لهم شكرا على البرا اللي جبتو لبنتي حتى هي. شكرا لكم بزاف على اي حاجه. وصراحه الكيك كان رائع بالنكهه ديال الفراوله كما قلت لكم. وصراحة دوزنا عشية اضطرينا ناخدو واحد اخر يعني بالكروسه ديالو، وهكا غيبقاو عندنا جوج ديال لي كارسيت، وحده غادي تكون في الطوموبيل ديال الزوج ديالي وحده في الطوموبيل ديالي، هكا باش ما نبقاوش ديما نهزو كارسيت ونحولوه للطوموبيل الاخرى. دابا غيوليو عندنا جوج. وهنايا جيت نفتحو معكم باش زعما نشارك معكم لا مارك ديالو وكيفاش داير. احنا خديناها في الكري والكحل صراحه اللي لون زويون. كاينين في الغوص، كاين الالوان انا ما كيعجبونيش هذوك الالوان، يعني حكا لون بحال هكا يعني كيمشي مع كل شيء. Thank you.
هنايا حليتها وغادي يجي الزوج ديالي باش غادي يركب ليها هادوك الروايض صافي باش نفكسيوها باش ان شاء الله حيت انا باغي نخرج بعدا. كتكون الكريسه كتحطو فيها الكارسيت يعني البيبي كتخرجوه مرتاح. هنا الزوج ديالي جا لصقها وكيجربنا الكارسيت اللي كيمشي مع الكروسه ديالو. كاين هذاك الكارسيت الاخر اللي كنا خدينا يعني واحد كيما قلت لكم يبقى عند الزوج ديالي في لافوتور ديالو الاخر عندي انايا. وكنتمنى لابوسيتنا الاعجاب ديالكم.